زي ما شفنا في التقرير نموذج الدكتورة أسماء مجدي لتولت منصب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف بعد نجاحات عديدة في إثبات قدرتها ضمن مبادرة تأهيل وتمكين اللي أطلقتها محافظة بني سويف، وقدرت فيها الدكتورة أسماء أن هي توصل لهذا المنصب بعد عدد كبير من الدورات والاجتيازات، وكان بينها عدد كبير من أيضا المنافسين. دكتورة أسماء معنا على التليفون دلوقتي منورانا، أهلا بحضرتك وألف مبروك. وفي البداية عايزين نعرف القصة بدأت إزاي ودخلت إزاي هذه المبادرة وخدت إزاي فكرة التأهيل والتدريب دي. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. الله يبارك في حضرتك يا فندم. أنا بدأت الأول عن طريق لينك أطلقته المحافظة، محافظة بني سويف، لمبادرة التأهيل والتمكين. قدمنا عن طريق اللينك دي أنا وعدد كبير من شباب محافظة بني سويف. بعدها تم اختياري من ضمن 43 شاب وفتاة، وتم تدريبنا بعد طبعا ما خدنا اختبارات، سواء اختبارات او مقابلات. بعدها تم تمكيني مساعد متطوع لرئيس قريه بياض العرب، وطبعا بعد التدريب ده من 21 يوم. يعني كان في عدد، اتفضلي. بعد ما تم تمكيني مساعد متطوع لقريه بياض العرب، اشتغلنا على اربع محاور رئيسيه، كانت الخطه الاستثماريه والمراكز التكنولوجيه والنظافه والرصد الميداني. أثبتنا كفاءة الحمد لله. بعدها تم تمكيني مساعد متطوع لرئيس مركز مدينة بني سويف، اشتغلنا على نطاق أوسع، على نطاق المدينة والقرى. بعدها تم طبعا امتدادي من جهة عملي الأصلي للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز مدينة بني سويف. أكيد دكتورة أسماء، بعد ما قررتي أن أنت تندمجي في التدريب وتغيري الاتجاه خالص وتغيري الكارير، عايزة أعرف الملفات اللي أنت اشتغلتي عليها، وعايزة أعرف بقى أنت اللي اخترتيها ولا تم تكليفك بيها؟ هو أنا اشتغلت على ملفات مختلفة عن اللي اشتغلت عليها كمبادرة تأهيل وتمكين. اشتغلت على ملفات الأزمات وملف حياة كريمة، وانت بجهز للمرحلة الثانية من ملف حياة كريمة، لان طبعا حضرتك عارفة ان احنا كمحافظة بني سويف او مركز وجيه بني سويف داخل ضمن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة. اكيد. وبدأت من امتى انك يعني تخشي هذا العمل التطوعي وتساعدي الناس وتعرفي اهم المشاكل الموجودة في محافظتك؟ هو أنا بدأت من زمان قوي في الاتحادات الطلابية، وبعدها اشتغلت من 3 سنين من أول ما أطلق دكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وهو إحنا كان حظينا كمحافظة بني سويف إن يكون معانا أصغر شاب أو أصغر محافظ شاب اترأس محافظ. ده كان شرف إن إحنا يكون معانا دكتور محمد اللي أطلق المبادرة وأكد على سياسة الدولة في تمكين الشباب. فبدا يطلق مبادره تاهيل وتمكين اللي ساعد الشباب كتير جدا ان هو يتطوع ويخدم محافظته. اكيد. كل الشكر ليكي الدكتوره اسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينه بني سويف. فكره هايله، فكره تمكين الشباب ووجود قيادات كمان بتدعم الشباب وبتقدر توكل لهم بمسؤوليات علشان الفكر الشبابي بيعمل تجديد في المكان اللي هم موجودين فيه.